جميله جدا. نادي الجزيره كان على طول في دورات رمضانيه في الجزيره هنا، متوقفه بقى لها 30 سنه، رجعناها الحمد لله. المجلس الحي رجعها، وقلنا اول حاجه لما الكوره ما ترجع هنكرم مين؟ هنكرم رمز من رموز الكوره المصريه حسن شحاته. وانت شفت البرزنتيشن كانت عامله ازاي فعلا، والجمهور متحضر وسعيد بكابتن حسن، فقلنا نعمل حاجه كويسه لكره القدم ان شاء الله. هو نادي الجزيره قيمه كبيره وحاجه كبيره يعني، احنا انا عضو في نادي الجزيره من سنه 82. طبعا الطفره اللي عاملها الاستاذ شريف سيف النصر طفره كبيره جدا، وهتخلي كل الانديه ان شاء الله الفتره الجايه تبقى زي نادي الجزيره، تكرم لرموز الكره المصريه ورموز الرياضه المصريه في الفتره الجايه ان شاء الله. ونتمنى ان يكون نادي الجزيره البدايه الحقيقيه لتكريم رموز الكره. هي الحقيقه الدوره بقى لها 33 سنه ما كانتش اتعملت لسبب او لاخر يعني، لكن بعد ما جه مجلس الاداره ده وقعدنا مع بعض وقررنا ان احنا نرجع الزمن الجميل، يعني احنا بنرجع للزمن الجميل ايام ما كان كل لعيبه مصر كانوا بيجوا هنا، فقررنا ان احنا نعمل الدوره، وقلنا لازم نبتدي الدوره ب يعني رمز من رموز الكره المصريه، سواء لاعب او مدرب، راجل امتعنا وهو لعيب واستمتعنا بيه وهو مدرب، فقلنا نكرم الكابتن حسن. والحقيقه هو راجل استجاب على طول وما تاخرش عننا، وبالتالي ده خير افتتاح للدوره يعني. كره في دمي، وكنا اتربينا على الدورات الرمضانيه، واتربينا على ان احنا كان عندنا فريق خماسي جامد جدا، كنا دايما بنروح نتفرج عليهم حتى في لما بنلعب في اليوبلس، في المعادي، في نادي النيل، في اماكن مختلفه. فكنا موضوع الدوره الرمضانيه مهمه قوي، واهم دوره رمضانيه كانت هنا، وهي دوره مش بس طلعت احسن لعيبه في مصر يعني. انا متصور انه يعني الناس لغايه النهارده بتفتكر كابتن ايمن يونس ايام ما كان بيلعب هنا، يعني كان من الناس اللي عمل حاجات جامده جدا يعني.